إلى أبرز الفعاليات الثقافية، انطلقت فعالية النسخة الثالثة من معرض التخييم والمغامرات بمركز إكسبو الشارقة في فرعه بالذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة إكسبو الشارقة. الرحلات البرية والتخييم أكثر من مجرد متنفس لأبناء الإمارات، فهو جزء من ثقافتهم. ومن هنا ومع اعتدال درجات الحرارة، حرص مركز إكسبو الذيد على احتضان فعاليات النسخة الثالثة من معرض التخييم والمغامرات المدشن بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية. الحقيقة مشاركين معنا أكثر من 30 مؤسسة في هذه المرة في الدورة الثالثة. اللي يميز هذه الدورة عن الدورات السابقة أن طبعا تم استغلال المنطقة الخارجية لأول مرة، والحمد لله اليوم خلال الجولة والافتتاح لاحظنا من العارضين أنهم حابين يأخذون مساحات أكبر، وإن شاء الله نحن أيضا في مجلس الإدارة نفكر أن نكبر هذا المعرض ونستغل مساحات أكبر، وإن شاء الله أيضاً في أفكار مستقبلية إن حتى نزيد القاعة هذه. المعرض ذو أهمية كبيرة بحكم يعني موسم الشتاء يعتبر من المواسم اللي يرتعد فيها الناس إلى البر والمناطق الجبلية، فمعرض مهم لرواد ولا العشاق الرياضات هذه، ونتمنى زيارتكم في هذا المعرض. يقدم المعرض هذا العام أحدث تجهيزات التخييم ومعدات ومنتجات الرحلات والرياضات الخارجية بجانب أدوات الصيد والشواء التي تضيف مزيداً من المتعة لمحبي الرحلات، كما يضم بين جنباته منتجات متنوعة وابتكارات في مجال التخييم، كما سيحظى زواره بالتمتع بمجموعة جديدة من الفعاليات والبرامج التي سيجد فيها الزائر متعة وفائدة على حد سواء. إكسبو الذيد الحمد لله يعني في إقبال وفي نجاح عليه، والمنطقة الوسطى بشكل عام تحتاج لمعارض نفس هذه، ونوجه رسالة شكر حقيقة للي قايمين على هذا المعرض وعلى اللي فكر في المشروع هذا. معرض التخييم والمغامرات الذي تستمر فعالياته حتى 13 من نوفمبر الجاري، حدث تجاري وسياحي نجح سريعاً في حجز مكانة مهمة له بين الأحداث المتخصصة بالتخييم والرحلات على مستوى الدولة والمنطقة، خاصة مع ما يقدمه لزواره من أشهر العلامات التجارية الرائدة في توفير معدات التخييم والمغامرات. إذن معرض التخييم والمغامرات يشكل فرصة هامة لمحبي التخييم والمغامرات باقتناء كل ما يحتاجونه في مكان واحد. لأخبار الدار العنود الصوري.